خلوا اعصابكم هاديه في المباراه، خدوا المباراه بجديه جامد جدا باعصاب هاديه علشان توصلوا للمطلوب. ابدا لازم يكون احنا طبعا اهتمام كبير، برضه ما نتكلش على ان احنا غلبنا هناك، لا لازم الماتش بجديه بجديه بجديه، لان دي سمعه النادي واسمه. يعني عايزه اقول لهم حاجات كتيره جدا جدا جدا، يعني من حبي ليهم يعني انا نفسي اقول لهم يعني ربنا معاهم وربنا معاهم ربنا معاهم باذن الله. ان احنا كلنا قلوبنا معاهم وربنا ان شاء الله هينصرهم باذن الله. يشدوا حيلهم بقى عشان فاضل تكه واحده وياخدوا البطوله العاشره ان شاء الله يعني. ربنا معاكم ويوفقكم ان شاء الله باذنك يا رب، ويثبتوا كده ويفرحونا زي ما هم باستمرار مفرحنا. انكم طلعتوا رجاله في تونس هتطلعوا ارجل واجدع وابطال باذن الله في مصر، وتمتعونا. انتوا قد المسؤوليه، انتوا ابطال، انتوا متحفزين، الجمهور كله وراكم، مصر كلها وراكم، وربنا يوفقكم باذن الله. بقول لهم شدوا حيلكم وانتوا دايما رجاله ودايما رافعين راسنا، وان شاء الله هترفعوا راسنا وراس مصر ان شاء الله.